صباح الخير، اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج روشته كيرزون. حلقتنا النهارده عن امراض الاعصاب. معنا ومعكم الدكتور احمد رأفت، اخصائي العلاج الطبيعي جامعه القاهره. اهلا بك يا دكتور. عامل ايه؟ الحمد لله تمام، واهلا بالمشاهدين بتوعنا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله تمام. بما ان احنا داخلين على الشتاء يا دكتور، فامراض الاعصاب بتزيد. تمام، عايزينك اولا كده تفسر لنا ايه هي الاعصاب. تمام، بتعريفها مبسط كده. مبدئيا كده الاعصاب يعني ربنا خلقنا بجهاز كامل بيتحكم في كل حاجه في الجسم. تمام، بيبدا الاول ان احنا بنقسم الاعصاب لجزئين. تمام، المخ، وده الجزء السنترال او الجزء المركزي للاعصاب، وفي الجزء الطرفي وهي الاعصاب اللي ماشيه في الاطراف. تمام كده. تمام، نبدا الاول بالجزء السنترال. فالجزء السنترال بيتكون من ثلاث اجزاء، اللي هو المخ طبعا زي ما قلنا، الدماغ والحبل الشوكي، دول الجزئين الرئيسيين. تمام، المخ بيتكون من ثلاث اجزاء، المخ نفسه، المخيخ، وجذع المخ. تمام، بيرتبط بقى جذع المخ بيرتبط بالحبل الشوكي. نتكلم الاول عن المخ. المخ ده اكبر جزء في الدماغ، وهو يكون 85% من الدماغ عامه. هو المسؤول عن النطق والكلام والسمع والشم والحواس اللي احنا ربنا خلقنا بيها. تمام، المخيخ وهو ده بقى الجزء اللي بيتحكم في انه يستقبل الاحساس وانه يرد بالحركه. تمام، او اللي احنا محتاجينه منه، هو المسؤول الاساسي اللي بيتحكم في الحاجات دي. تمام، جذع المخ وهو ده بقى اللي بيرتبط بالحبل الشوكي، وهو ده اللي بيدي الاشارات زي ما احنا عايزين. تمام، تمام. نيجي للحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده بقى هو يعتبر السنترال لاين اللي ماشي بطول الرقبه لغايه الظهر تحت. تمام، هو اللي بيطلع جميع الاعصاب اللي بتغذي الجسم كله. تمام كده. دي كده بدايه مبسطه عن ايه جهاز العصبي. لو هنتكلم بقى بيتكون من ايه اصلا، فاحنا هنتكلم ان هي خليه. الخلايا العصبيه بتتكون من ثلاث اجزاء. تمام، البودي او الجسم بتاع الخلايا، وبعد كده الديل او الاكسون، وفي مايلين شيث او الغشاء اللي بيغطي الديل. تمام، مش كل الاعصاب فيها الموضوع ده. الاعصاب اللي فيها المايلين شيث دي اللي بتبقى محتاجه سرعه كبيره جدا عشان تنقل المعلومه. تمام، اللي مش محتاج ما بيبقاش فيه، ده ربنا مش خالقنا بيه يعني. تمام، فدي كده جزء كبير قوي عن تعريف الاعصاب. مهم جدا ان احنا نعرف ان الخلايا العصبيه الخليه الوحيده في الجسم التي لا تجدد، لا يمكن ان هي تعيد نفسها بناء من جديد. عشان كده اي اصابه بقطع في اي حاجه ما بترجعش تاني، ما دي بتبقى صعبه جدا، لان ربنا سبحان الله خلق كل الخلايا بتتجدد ما عدا الخلايا العصبيه. وهي دي اكبر مشكله، عشان كده احنا دايما بنقول نحافظ على نفسنا كويس جدا. تمام تمام. طب الامراض اللي بتصيب الاعصاب عايزين نعرفها واحده واحده كده بقى. طيب مبدئيا كده احنا هنتكلم الاول ان في امراض بتيجي في الاعصاب بسبب جلطات او نزيف في المخ. زي ما احنا قلنا ان المخ بيتكون من جزئين. تمام، فالجزء الرئيسي بيبدا الاول ان احنا لو اتصابنا في المخ بيؤدي الى مشاكل في الاعصاب، لان المخ هو المتحكم الرئيسي في الموضوع ده. تمام تمام، فالاسباب بتيجي دايما بسبب يا اما جلطه يا اما نزيف في المخ. تمام، الجلطه دي بتيجي بسبب ان يعني جزء صغير جدا من الدم بيتجلط وبيفضل ماشي في المجرى الدموي لحد ما يلاقي فين صغير او يعني وريد صغير جدا بيتحشر فيه، فيمنع الدوره الدمويه في الحته دي. تمام، ساعتها تبدا الخلايا اللي في المنطقه دي تضمر، لان مش وصل لها الغذاء بتاعها المناسب. تمام، فيبدا يحصل اعراض الجلطه. تمام، اللي هي بقى مبدئيا كده بيحصل دايما تنميل في نص، من نص الشل النصفي يا شمال يا يمين. شل النصفي، ما هو اعراض الجلطه دايما بتدي الى شلل نصفي او شلل. تمام، بس دايما في البدايه اول فتره دي يا يحصل كلام يبدا يبقى بطيء. تمام، تحس ان انت مش قادر تكون جمله كامله على بعض. تحس بتنميل في اي دراع او رجل. تمام، تحس انك مصدع صداع رهيب جدا. الاعراض دي يفضل انك تروح لدكتور بسرعه عشان يلحق الجلطه في بدري، فما يحصلكش الاعراض اللي هي توصل لشلل نصفي. تمام تمام كده، لو لحقناها بدري ودابت بدري فبيبقى الاعراض اسهل بكتير من كده. انما لو اتاخرت شويه فبيحصل الشلل النصفي، ودي من اهم الاعراض بتاعت الجلطه. تمام، فيبدا ياثر في دراع ورجل، ان يفقد فيهم المريض الاحساس تماما خالص، ويبقى حاسس ان هم سايبين خالص وما لهمش اي لازمه. تمام، حاسس ان هم تقال جدا مش موجودين بالنسبه له في الاول. بعد فتره معينه بيبدا الجهاز العصبي، ربنا برضو خلقنا زي ما اتفقنا ان جذع المخ هو اللي ماسك الموضوع ده. فده مسؤول انه يتحكم في عضلات معينه في الجسم، الا وهي العضلات اللي بتتني الدراع وبتقفل الايد وبتتني الرجل وبتشد مشط الرجل لتحت. تمام، فدول كده كده بيرجعوا يشتغلوا حتى لو مريض اتصاب بجلطه. تمام، بيشتغلوا لوحدهم تماما، بس بيحصل الباترن اللي هو بتاع ان الجسم ياخد الوضع ده. فاحنا في العلاج الطبيعي لقينا ان احنا لما بنبدا من بدري جدا في بدايه الجلطه، تمام، بنبدا احنا نشغل العضلات العكسيه للموضوع ده، وننبه العضلات دي بسرعه
فيبدا المخ لما يشغل دول يلاقي دول شغالين، فيبدا ما ياخدش الوضع الباترن دوت خالص. وده اللي احنا بنحاول قدر الامكان نوصل له. تمام. المشي بيرجع في خلال يعني شهر لشهرين، لان الرجل اصلا من ايد في موضوع الجلطه، لان كده كده عليها حمل، والشخص بيبقى عايز يمشي ويرجع تاني لحياته الطبيعيه قدر الامكان. فيبقى مركز جدا ان هو يخفف رجله. تمام. الايد بتاخد وقت شويه، ده طبيعي برده لان هي ما عليهاش حمل. ثانيا احنا مش يعني حسب الايد برده، لو اليمين غير الشمال، انت اليمين بالنسبه لنا اهم، في ناس الشمال بالنسبه لها اهم بالظبط، فدي بتفرق من شخص لشخص. انما الرجل كده كده مع الوزن مع وجود تدريبات معينه بيبدا المريض يمشي بسرعه ان شاء الله. تمام. ده بالنسبه سبب ايه؟ الجلطه. تمام. النزيف. لو جينا بقى لسبب النزيف، فالنزيف ده بيحصل ان بيحصل بسبب الضغط العالي او التدخين او المشاكل دي كلها والمخدرات والكلام ده كله، فيبدا ان الدم يضغط على اورده ضعيفه. تمام. من كتره فيبدا الوريد ينفجر فيحصل نزيف في المخ. نفس الفكره بتاعت الجلطه، النزيف بيبدا يدمر الخلايا اللي جه عليها دم، لان هي المفروض ما يخشلهاش دم من بره. فتبدا برده تضمر وتموت. وهي دي المشكله الكبرى بقى. بس النزيف اصعب شويه من الجلطه، لان هو بيؤدي الى فقدان تام في الحركه شويه. تمام. تاخد وقت كبير شويه عقبال ما تتعالج، وحسب قدر النزيف وحسب مكان الجلطه فين او مكان النزيف فين. دول بالنسبه للسببين الرئيسيين اللي بيجيبوا شلل نصفي. تمام. علاجهم بقى بيبقى ايه؟ ضروري جدا يلحق يعمل علاج طبيعي من اول يوم بعد المستشفى، يبدا حتى نشغل المفاصل عشان ما يحصلش تيبس. نبدا نعمل ستريتش للعضلات اللي ممكن تشد زي ما اتفقنا. لازم نعمل لها ستريتش واطاله كويس جدا علشان الموضوع ما يحصلش الباترن اللي احنا مش عايزينه. بالظبط. ويبدا يديله فرصه ان هو يحرك ايده ويحرك رجله حتى لو باقل مجهود، لان ما فيش شد مانع الحركه، مش محسسه ان هي تقيله ومشدوده. بالظبط. فيبدا يتحرك ويبدا معانا تدريجي حبه بحبه، بنشغل العضلات وبيرجع كل حاجه تاني بنسبه 90% ان شاء الله يعني بترجع. واخر 10% دي بقى اللي هي بتبقى ايه حسب المريض، يعني ممكن يكمل علاج طبيعي وممكن في ناس بتستكفي وتقول لك خلاص انا كده تمام مشيت وبشغل ايدي الحمد لله، فيسيب نفسه على هذا الوضع. تمام. فدي بترجع اكتر ليه هو يعني. بس كله الحمد لله بيرجع ويشتغل تاني بالنسبه للشلل النصفي بالذات. يعني الناس دايما بتخاف من الموضوع ده، بس هو بياخد وقته من 3 ل 6 شهور. كده كده بيرجع المريض يمشي. بالظبط. مع العلاج الطبيعي التحسن بيبقى احسن وبيرجع بشبه 90% زي مكان بالظبط طبيعي. بس تدريجي بقى، ما هي بتاخد وقتها، لان احنا زي ما قلنا احنا من اول بنبدا نشغل العضله تنبض، فهو ممكن ما يبقاش بيرفع بس احنا بنحس ان هو بينبض بالعضله. تدريجي مع التمارين بيبدا يحرك ايده ولو سنتي مره، وبعد كده ها بيبدا يطلع لحد الرينج الطبيعي. يكمل الرينج الطبيعي بنبدا نحط وزن عشان نرجع بقى نقوي العضلات زي ما كانت اصلا قويه. فيبدا يتحكم فيها طبيعي ونورمالي جدا، مفيش اي مشكله. تمام. ده بالنسبه للموضوع الشلل النصفي. تمام. بالنسبه لاصابات اخرى بتيجي في الاعصاب، يعني العصب السابع بالنسبه ان احنا داخلين على الشتاء بقى، بالنسبه بعد اصحى من النوم يلاقي عنده عصب سابع. تمام. بص يا سيدي، العصب السابع ده حاجه مهمه جدا الفتره دي. ناس كتير جدا في شهر 11 و12 و1 بالذات بيبقى التغيرات الجويه سريعه، من حر لساقع ساقع لحر كل شويه. فبيحصل ان الناس بتخفف، ناس بتقلع هدومها، تتغطى بالليل وتقوم الصبح مره واحده في تيار هوا يفتح شباك العربيه وهو سايق 6 الصبح والهواء بيبقى ساقع جدا. فده بيعمل التهاب في العصب السابع اللي هو معدي من ورا الودن. هو العصب السابع اصلا جاي من الدماغ طبعا من جوه، وبيعدي من ورا الودن هنا في حته بارزه شويه، الحته العظميه اللي هنا دي. تمام. هو معدي وراها كده، فدي بيحصل فيها التهاب جامد جدا بسبب البرد. فالالتهاب ده بيضغط على العصب يخليه يوقف الاشاره للنص الوش اللي هو بيفوت بيغذيه. فيبدا يقع، يبدا يحصل ان البق يقع، العين تقع، ما يقدرش يرفع الحته دي. تمام. والحاجب ما بيبقاش موجود، ما بيقفلش عينيه خالص. ده ضروري برده لازم يجي يعمل علاج طبيعي من اول يوم بالذات للبرد، لان ده بيخلص في اسبوع او اسبوعين بالكتير لما بتلحق في الاول. ان هو بياخدش وقت كبير جدا، هي بتبقى زي عرض وبيختفي. بس انت عشان ترجع كويس محتاج انك تعمل تمارين صحيحه، لان في عضلات بتشد وعضلات بترخي. بالظبط. فاحنا لازم نفك العضلات اللي شاده الناحيه الثانيه ونبدا نشد التانيين دول يقوا، ونعلمه ازاي يقفل عينه. مهم جدا انه يحط القطره بتاعت العين، لان هي لو ما اتقفلتش عدم وجود السوائل في العين بتنشف. فدي بتعمل مشكله كبيره جدا. فعشان كده دايما لازم يحافظ على القطره، ولازم يحافظ على اي باتش الصبح ما يعرضهاش للشمس تماما. الحاجات دي مهمه قوي عشان عينه ما تبصش طبعا لحد ما تتقفل ان شاء الله باذن الله. فده لازم يلجا للعلاج الطبيعي من بدري، عشان في خلال اسبوعين بيكون خلص ويبقى رجع زي الفل وما فيهوش اي مشكله تماما خالص. اللي بيتاخر هو ده مشكلته، انه بيتاخر شويه لان العصب بقاله فتره ما بيغذيش العضلات دي، فبتاخد وقت بترجع، بس ممكن ما ترجعش 100%. تمام. السبب الثاني للعصب السابع بيبقى دايما ان الناس بتنام زعلانه او بتنام معيطه، يعني بيبقى نايم معيط وقاعد او معيطه وتنام، دي لوحدها بتعمل مشكله في المخ كبيره جدا، بتؤدي الى برده ان العصب السابع بيفقد الاشاره او بتؤدي الى جلطه.
عشان كده دايما احنا بننصح الناس لو معيط بتنرفز جامد قوي ما تخشش تنام. يفضل تقعد خلص عيطك براحتك خالص، او خلص نرفزتك خالص وطلع كل اللي عندك كله وبعد كده خش نام. لان النوم في المرحله دي مش حلو للجسم. طب ايه اللي بيحصل في الفتره دي بقى، فتره النوم بعد الزعل على طول؟ ما هي بعد الزعل ده على طول بيبقى الضغط اصلا عالي. فطبيعي انت مش حاسس بنفسك، ولو نمت ممكن ما تحسش بايه اللي بيحصل في دماغك، ممكن يجيلك صداع جامد جدا، الضغط يرتفع جامد جدا وانت نايم مش حاسس بحاجه، فيبدا يحصل لك مشاكل جلطه او نزيف وانت اصلا نايم مش حاسس بحاجه. وهي دي المشكله، ودايما في ناس كتير بتحصل الجلطه دي وهي نايمه. وهي ده السبب، ويكتشفوها بعد ما يكون صاحي من النوم، بيبقى الموضوع عدى عليه فتره طويله ما لحقش ان هو ياخد العلاج المناسب. عشان كده دايما بنقول لا ما تنامش زعلان، او ما تنامش متضايق جدا ومتنرفز لهذه الدرجه، يعني اهدى خد نفسك خالص وبعد كده خش نام براحتك، هتلاقي الدنيا زي الفل ان شاء الله. بس موضوع النوم والزعل بيأثر على العصب السابع، وممكن تقوم برده تلاقي نفس المشكله هي هي، بس دي بتاخد وقت بقى شويه، لان ده بيبقى موضوع ان العصب نفسه اتاثر من المخ مش من هنا، خد امر كده الموضوع وقف هنا، لان زي ما قلت لك الزعل فبيعمل مشكله هنا، فخلاص دي بتبقى واخده وقت شويه بقى في العصب السابع، بياخد حوالي شهر شهر ونص بس برده بيرجع للنورمال برضو. بس يفضل دايما اللي يجي له عصب سابع يجي بعد الاصابه مباشره، لانه غالبا في ناس ما بتروحش للدكتور غير بعد اسبوع، في ناس بتستهون بيه اصلا جدا، وفي ناس كتير تقول لك هيرجع، وفي ناس الدكتور يقول له روح علاج طبيعي وهو في الاخر يقول لك طب خلاص اسبوع، طب اجل يومين ثلاثه بس عشان الشغل. فيجي لنا احنا متاخر، فنقول له انت لو كنت جيت من اول يوم كان الموضوع فرق كتير جدا معاك دلوقتي طبعا. لان هي في البدايه دايما كل حاجه بتطلع بسرعه، اسرع من ان هي تاخد وضعها ده ونبدا احنا نعدل فيه. تمام ده بالنسبه للعصب السابع. التصلب المتعدد، التصلب المتعدد بس مرض الام اس ده مرض شائع في مصر، موجود بنسبه كبيره جدا. مرض التصلب المتعدد ده بيجي بدون سبب. هو بيحصل ان هو اسمه اوتو اميون ديزيز، هو بيجي بسبب المناعه. جهاز المناعه في الجسم بيتحول بدون سبب احنا حتى الان ما نعرفوش، وبيهاجم جهاز العصب في الجسم وبيبدا يكسر في المايلين شيس اللي انا قلت لك عليه، الغشاء اللي مغطي الايه الديل بتاع العصب الخليه نفسها. فده لما بيبدا يتكسر بتبدا الاشاره بدل ما هي تمشي سريع تمشي ابطا من الاول، فبتوصل للعضلات ابطا. دايما بياخد شكل يا الشلل النصفي يا الشلل الرباعي، بهذا الشكل بياخد نفس الطريقه بيضرب نفس الاعصاب. بس هو دايما بيبدا طرف. تعرف تفرق ازاي بين ده؟ لا الام اس عشان يتشخص لازم يتعمل ام ار اي على المخ وبيبدا يبان المناطق اللي هو ضربها الجهاز العصبي، بقى جهاز المناعه بدا يضرب فين في المخ، بيبدا يبان نقط سوداء في المخ فده بيتعرف ان هو ام اس. ده علاجه له ادويه معينه الدكاتره بتديها، والباقي بقى كله علاجه الرئيسي علاج طبيعي. من غير العلاج الطبيعي مريض الام اس بيحصل له ضمور في العضلات الطرفيه الاول، طول ما هو بيعملش علاج طبيعي بيفضل يستمر من رجليه وايديه حسب هو واخد شكل ايه، وكل مرحله بيزيد كل يوم عن يوم، هو بيفضل الجسم يعني يهاجم في نفسه. انا بقول لك جهاز المناعه بيتعامل مع الجهاز العصبي على انه عدو، على انه فيروس، فكل يوم هو بيهاجم فيه، فالادويه بتهبط من ده شويه، انما هو ما زال موجود ما بيروحش ما بيختفيش من الجسم خالص. الحاجه الوحيده اللي بتمنعه العلاج الطبيعي. ليه بقى؟ لان احنا النهارده هو اضعف في العضله 10%، احنا قوينا العضله 10%، بنفضل هكذا، احنا نقوي وهو يضعف، احنا نقوي وهو يضعف، فيفضل المريض ستيبل وماشي وعايش حياته كويس جدا وما عندوش اي ازمه في حياته خالص. بتحصل امتى بقى الازمه؟ لما هو يقول لك انا كويس وتمام ويوقف علاج طبيعي، او يوقف هو تمارين، يعني حتى لو مش لازم يعمل علاج طبيعي بس هو بيوقف تمارين خالص. فعضلاته عماله تضعف يوم ورا يوم ورا يوم وهو مش حاسس، هو شايف نفسه بيمشي بيروح الشغل بياكل وبيشرب تمام، بيفوجئ مره واحده ان هو انا مش قادر احرك ايدي، انا مش قادر احرك رجلي. طب ايه اللي حصل؟ العضلات ضعفت خالص والموضوع بدا يسوء. لو ساب الموضوع لكده بيبدا الموضوع يطلع لعضلات البطن في عضلات الوسط تدريجي، لو اتساب خالص بيوصل لعضلات الرئه وبيوقف تنفس خالص. والله هي دي مشكلته. عشان كده احنا دايما بننصح الناس اللي عندها ام اس كل يوم تعمل تمارين، سواء علاج طبيعي معانا او لوحدك هنعلمها لك وتلتزم انت بيها 100%. اوكي مش ملتزم، تعال لنا كل يوم خد جلسه يوميا عشان ما يحصلكش دروب، لان هو ده الحاجه الوحيده الوقائيه للام اس، ان احنا نقوي العضلات كويس جدا، اقوى من هو يضعفها كمان. فيفضل عايش كويس جدا وما عندوش اي مشكله. هو طب ايه العلاج بتاع الضمور؟ الضمور ايه؟ ضمور العضلات. هو ضمور العضلات بيحصل نتيجه ايه؟ ضمور العضلات بيحصل نتيجه عصب ما بيوصلش اشاره. تمام. فده لازم ننبه العصب ونبدا نفوقه عشان يشتغل ونبدا نقوي العضله. يا اما بيحصل بسبب ان احنا اصلا مهملين في نفسنا. احنا بنقعد ما بنعملش تمارين خالص، سايبين ايدينا مثلا وبنفوجئ في يوم من الايام ان كتفك بيوجعك. طب كتفي بيوجعني من ايه؟ اصل عندك خشونه. طب جت منين؟
ما هي ما جاتش فجاه هي يعني هي ما بتجيش فجاه هي بتيجي ان الواحد دايما سايب عضلاته ضعيفه ويشيل شنط ويشيل مش عارف ايه ويروح ويسوق ويعلق ايده وهو سايق ويعمل مش عارف ايه كل ده بيحصل وفي الاخر تيجي تقول لسه مره واحده لا هي مش مره واحده انت كل يوم عمال تضعف يعني كمان بتبقى مش ملحوظه من الشخص نفسه ما هي بتبانش في الاول انت بقول لك في الاول بيبدا العضلات تضعف وانت مش حاسس انت بتحس بالام ممكن كل فين وفين كده تحس ان انا النهارده شلت شنطه وجعتني كتفي ده ما وجعكش من الشنطه في كتف مايل عن كتف برضه دي مشكله ثانيه بسبب ان احنا بنشيل على ناحيه واحده لكن احنا لو هنتكلم في سبب ان هي العضلات بتضعف ليه بتضعف ان احنا مهملين احنا ما بنعملش اللي علينا المفروض طبيعي ان الواحد كل يوم يعمل تمارين قبل ما ينام وتمارين قبل ما اول ما يصحى من النوم لان النوم طبعا. فتره طويله بيعمل تيبس في المفاصل بيعمل الدوره الدمويه بتقل الحاجات دي كلها بتحصل فيبدا الجسم يهدى تيجي تقوم من النوم تحس ان انت متخشب تبقى عايز تعمل كده طبيعي ده لو انت عملتش التمارين بسيطه من غير وزن من غير يعني مش هنقول سويدي والجو ده هنتكلم في تمارين ان انا احرك دراعي احرك رجلي مفصل الركبه بالذات الحاجات دي كلها تتحرك في الدوره الدمويه تنشط هقوم من النوم مش حاسس بوجع تمام ده مهم للعضلات مهم للدوره الدمويه مهم لكل المفاصل الجسم احنا ما عندناش ده احنا عندنا بنستنى لما نتعب خالص وبعد كده نروح نشوف ايه سبب المشكله فنبدا بقى نحل المشكله انما احنا لو من الاول بنقي نفسنا مش هيحصل كل ده فالعضلات بتضعف لان احنا ما بنعملش تمارين نهائي ما بنحطهاش حتى ولو 5 دقائق في يومنا يعني 5 دقائق في اليوم الواحد بس ينشط عضلات دراعه اللي هو شغال بيه وعضلات رجليه اللي هي بيمشي عليها انت لو يعني معاك عربيه بتحافظ عليها اكتر بتحافظ على جسمك بالظبط وهي دي الازمه اللي احنا عايشين فيها تمام تمام التهاب الاعصاب بقى التهاب الاعصاب مهم جدا ما هو التهاب الاعصاب ده برضو زي ما قلنا هي في حاجات كده بتيجي لمرض الاعصاب بتبقى اوتو اميون هي ملهاش دعوه بحاجه غير ان هي اما فيروس دخل عمل مشكله يا الجسم نفسه اللي رفض حاجه جوه فحصلت الازمه فالعصب بيلتهب وده بيؤدي الى الام في الجسم او الام في الحته اللي العصب مغذيها يعني هو لو مغذي عضله فهتوجعك في العضله لو مغذي منطقه حسيه فهتحس باحساس ان في حرقان او في مشكله بالنسبه لي في الاريا دي نبدا من نحدد انهي عصب اللي فيه التهاب ونبدا نعمل له الحاجات اللازمه عشان نهدي الالتهاب دوت وبعد كده نقوي العضلات اللي ضعفت وكان نعمل ستريتش للعضلات اللي برضو ده طبيعي طالما عضله ضعفت لازم يكون اللي قصادها اقوى منها فهتبدا تشد تمام فاحنا عشان ندي ليونه في الحركه للمفصل ده بنبدا ان احنا نفك العضله خالص نقوي اللي قصادها الدنيا تبدا تاخد الميكانكس الطبيعيه للمفصل ما تحسش بالم ما تحسش بالمشاكل مريض برضو النيوروباثي او التهاب الاعصاب ده بيؤثر في رجليه او في الاطراف اكتر من جوه دايما بتيجي اكتر يعني هتلاقي دايما بتبدا في الايد وكده تطلع للكوع وكده تطلع للكتف لو ما عالجهاش بدري وهكذا تبدا من طرف الرجل مشط الرجل ممكن يقع بعد كده الركبه بعد كده الفخذ انما هي ما بتجيش من العكس قوه عضله يعني لا يعني هي دايما الاول بتبدا من الاطراف قوي فانت لو لاحظت ان ايدك ضعيفه مش قادر لازم تروح تشوف حل الموضوع ده عشان ما يبقاش التهاب في الاعصاب ويبدا يطلع لفوق تدريج تمام كده يعني دايما لما تلاقي رجلك ضعيفه او ايدك مشط الرجل او كف الرجل في مشكله لازم تكشف ضروري لان دول برضو من الحاجات المهمه جدا اللي بتاخد وقت كبير قوي مع مشاكل الاعصاب بالذات كف الايد والرجل لان دول فيهم عضلات صغيره جدا ومحتاجين فاين موفمنت قوي قوي يعني المخ لازم يتحكم فيهم بقوه رهيبه يعني حتى مريض الشلل لما بنعالجه معظم العضلات بتشتغل اكتر حاجه بتبقى يعني بطيئه كف الايد ومشط الرجل دول اللي بياخدوا وقت شويه لان عايزين سيطره كامله جدا وقويه جدا من المخ عشان يبدا يشتغل معاك كويس فدول بيحتاجوا وقت شويه فعشان كده احنا دايما بنقول لو حسيت باي ضعف في ايدك مش قادر تقفلها كويس او ايدك يعني ما بتشتغلش معاك ضعف العضلات مرتبط بالتهاب العضلات او بالتهاب الاعصاب يعني مرتبط اكتر كمان بالتهاب الاعصاب لان العصب طالما ما بيوصلش الاشاره طبيعي العضله هتضعف تماما لكن ممكن العضله تلتهب بسبب اصابه ده عادي مش هيضعف العضله قوي زي ما العصب هو اللي فيه مشكله لان ده المين لاين اللي مدي الغذاء يعني او مدي الاشاره للعضله دي فالمخ طول ما هي موجوده في اشاره والدنيا تمام طول ما هي شاده نفسها وموجوده تمام او ما بقاش في اشاره تبص للعضله راحت وقع ما بقاش لها وجود تحس ان هي مش موجوده خالص ليه بقى ده لان مفيش اشاره مفيش تون التون ده بيجي منين بيجي من جذع المخ عشان كده دايما احنا بنقول الخبطه في الدماغ من ورا وحشه جدا يعني مش هتقعد دماغه على دماغه خالص والحاجات دي لازم تخلي بالك منها جدا ولو وقعت على دماغك برده لازم تشوف نفسك بسرعه ضروري عشان ما يبقاش عندك اي مشكله جوه وانت مش حاسس بيها جذع المخ ده حاجه مهمه جدا وهي دي اللي مسيطره على معظم حركات الجسم سواء بالنسبه للبني ادم او للحيوان تمام هناخد اتصال تليفوني ونكمل اتفضل معانا الاستاذ احمد اهلا استاذ احمد الو السلام عليكم عليكم السلام دكتور معاك بكره
الشريك معاكم. الدكتور معاك. بعد اذنك يا دكتور، انا كان عندي بس مجموعه الفقرات اللي في الظهر، عشان انا بيبقى في سواقه كتير وكده طول الطريق، فبحس بالام شويه في مجموعه الفقرات، ودي بتبقى اعتقد سبب السواقه كتير يعني. هل في مثلا حاجه تدريب معينه او تمارين معينه اقدر اعملها عشان يعني تبقى الموضوع احسن؟ تمام، شكرا استاذ احمد، والدكتور هيتواصل معاك. بالنسبه لموضوع السواقه، مبدئيا كده احنا في مصر هنا السواقه يعني ناس كتير بتقعد غلط، محدش بيقعد صح خالص. دايما عندنا القعده اللي هي مايل لورا ومعلق ايدك، او ان انت قاعد ومدي رقبتك لقدام، كل ده مش حلو. السواقه المفروض او القعده الصح طبيعي في الواحد وهو سايق ان يكون قاعد جسمه مظبوط 90. طبعا صعب في العربيه 90 دي شويه، فبنخلي الكرسي على 110 ماكسيمم، يعني زاويه 110، فانت بتبقى قاعد مرتاح. رقبتك لازم تبقى مريحه على الكرسي كده، ما ينفعش تكون عامله كده، دي لوحدها انت عامل لود على فقرات الرقبه والعضلات اكتر. طبعا العضلات ما بتستحملش وزن الراس، فيبدا ايه اللي يشيل العمود الفقري، تيجي بعد شويه تحس ان كل ده وجعك جدا ومش قادر تتحرك. فده طبيعي، فلازم الواحد يبقى قاعد في السواقه كده، ايدي الاثنين ما يبقوش عاملين كده، لان انت كده برده محمل على عضلات الكتف، محمل على عضلات الرقبه، وانت مش واخد بالك، وهتفوجئ بقى كده ان في شد في العضله دي وهو ده اللي عامل مشكله. لا، لازم الايد تبقى جنبك 90 برده تحت كده، تقدر تمسك الدركسيون. طبعا انا عارف ان السواقه المفروض تبقى كده، فانت لو هتقرب الكرسي اوكي، انما لو مش هتقرب وعايز تقعد بعيد شويه فهتمسك دركسيون كده، ده اريح وضع للرقبه والظهر وانت سايق. تاني حاجه، ما ينفعش الواحد يثبت على وضع ثابت اكتر من ساعه. على اي وضع يعني، هو المفروض طبيا وعلميا كل نص ساعه نغير وضعنا 5 دقائق. طبعا احنا هنا في مصر الموضوع صعب كطريق وزحمه وكده وشغل وبتاع، فاحنا بنقول للمريض كل ساعه غير وضعك 10 دقائق، انك سهل تعرف نفسك ان يعدى عليك ساعه. تمام. انما كل نص ساعه دي تبقى صعبه شويه علينا. فكل ساعه يفضل انك تغير وضعك 10 دقائق، لو قاعد تقوم تقف، لو واقف تقعد، لو غير كده خش افرد جسمك 10 دقائق. دول مهمين جدا. بالنسبه لتمارين الرقبه، طب ناخد هبه ونشوف تمارين الرقبه. ماشي، اتفضلي يا هبه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، الدكتور معاكي. بعد اذنك اوصل للدكتور. ماشي، الدكتور معاكي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك، انا كان عندي نسبه مقرز عاليه. تمام. وعندي التهابات في الاعصاب، وصوابع ايديا بتنمل جامد ما بقدرش اشيل بيها حاجه. تمام. والصابع بتاع ايدي اليمين الوتر بتاعه مش قادره اتنيه كده، وساعات ابص الاقيه مشنك لوحده كده، ما اقدرش اشيل بيه حاجه، ولو شايله حاجه بتقع مني. تمام. اتعالجت من المقرز، وباخد حبوب حقن للالتهابات، وعندي دلوقتي كعب رجلي اليمين ما بقدرش احطه الارض، لو قعدت شويه وجيت ادوس ابص زي ما يكون في مسامير تحت مش قادره احط كعب الارض. تمام. والفخده من فوق العظمه بتاع الفخده بتوجعني وما بقدرش انام عليها. تمام. فمش عارفه اعمل ايه، وغلطت علاج وغلطت كشف ومش قادره بصراحه يا دكتور، بس كنت باخد علاج فيروس قبل كده. فيروس ايه؟ علاج فيروس، وبعد علاج الفيروس. الفيروس ايه؟ فيروس ايه اللي كان عندك؟ كان فيروس سي. سي؟ تمام. تمام. تمام؟ تمام. طيب اكمل ولا ارد عليها؟ نرد. نكمل ونرد على هبه. طيب بالنسبه لتمارين الرقبه، من اهم التمارين ان الواحد وهو قاعد ايده يمسك بيها تحت، يعني حاجه تحت الكرسي، وبيجيب رقبته الناحيه دي عكس ايده اللي هي ثابته. تمام. ويبدا يحس بالشد في العضله دي. عايز يزوده، بيجيب ايده من هنا ويزود الشد شويه. تمام. يثبت مدة قد ايه؟ 20 ثانية. تمام. وكده يرجع يريح 20 ثانية، وكده يشد تاني 20 ثانية، ويرجع يريح 20 ثانية، آخر مرة هنشد كويس قوي 40 ثانية. تمام. وهنرجع نريح. التلات مرات دول بمرة في الإطالة. يعني لازم يعمل التلاتة عشان يقول أنا عملت مرة إطالة. تمام كده؟ تمام. دي كده إطالة للعضلة إيه؟ اللي في الجنب. بعد كده برضو نفس الإيد اللي ثابتة، هنلف الوش العكس وهنوطي، هيبدا يحس بالشد في الاريا دي. اللي ورا عايز يزود هيشد ايه لتحت. نفس الطريقه برضو 20 وراحه 20 وكده 20 وراحه 20 وكده 40. لازم الثلاث مرات على بعض عشان يقول دي مره ستريتش. تمام. هنعمل الجنب ده وهنعمل الجنب ده، ده هيفك العضلات بتاعت الرقبه خالص وهيزود الدوره الدمويه. دي من احد الحاجات اللي هتريح شويه من الام السواقه. التمرين بقى التاني المهم جدا، ان احنا هنشد الدقن لورا على الكتاف وهنرجع لورا 10 مرات. ده بيظبط العمود الفقري، بيزق الدنيا كويس جدا مكانها، فبيبدا العمود الفقري ياخد وضعه المريح،
تبدا تحس براحه تامه. التمارين دي المفروض تتعمل 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم؟ 5 مرات في اليوم، مره قبل ما تنام، مره اول ما تصحى من النوم، ومعاك 3 مرات في وسط اليوم. دول هيحافظوا لك على العمود الفقري بتاع الرقبه مدى الحياه. لو فضلت انت محافظ على دول يوميا كده عمرك ما هتشتكي من رقبتك خالص. حتى لو انت يعني زي ما بقول لك بتتعب في الشغل او بتعمل شغل مجهود برقبتك وبتوطي وبتكتب، كل ما تعمل ده التمرين ده كذا مره هو خلاص بيحافظ لك على اللي انت بوظته بالظبط. فالدنيا مش بتبوظ منك ولا بيجي لك غضروف في الرقبه ولا بتحس بالام تاني خالص. فده بالنسبه لموضوع الرقبه. دي كده اهم تمارين للرقبه. ناخد شيماء طيب ونشوف هبه. تمام. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه شيماء. اولا انا ام شيماء من الفيوم. انا بحيي حضرتكم على المعلومات القيمه دي، وبحيي اداره القناه على البرامج الجميله اللي هي بتقدمها، والله قناه الصحه والجمال. ربنا يبارك. وانا بس ليا سؤال للدكتور. اتفضل. انا عندي رجليا بس يعني ساعات بعمل اي حاجه، غسيل، خبيز، اي مشوار بروح يا دكتور بحس من عند ركبي كده من الفخذ من ورا كده. تمام. مش عارفه يعني رجليا بتتعبني جامد لغايه والله ان انا بترك منها بالليل يعني وكده، وكنت باخد جلسات فعلا عليها. تمام. بس فمش عارفه اعمل ازاي. والتمرينات بالنسبه للتمرينات، ان انا بعمل تمرينات الصبح اللي هي جري في المكان دي بس اكفي بيها يعني، ان انا التمرينات اللي هي جري في المكان بتحرك، بسمع يعني ان هي بتحرك 200 عضله في الجسم. تمام. بس فمش عارفه هي رجليا بتتعبني فعلا لما بروح مشوار او بعمل اي حاجه في البيت، فبتتعبني اخر النهار يعني اخر النهار بس كده. تمام. وجزاكم الله خيرا. تمام، شكرا يا شيماء. ماشي، نرجع لهبه. طيب هبه مشكلتها دلوقتي هي كانت بتقول ان رجليها صح وظهرها وفخدها بيوجعها. تمام. والتهاب اعصاب، وكانت بتعالج من كذا حاجه صح كده بالظبط. استاذه هبه محتاجه تروح دكتور علاج طبيعي ضروري جدا. تمام كده. لان هي عندها مبدئيا عندها ضعف من كلام كده، بس هي عندها ضعف رهيب، عندها كدمه في الفخذ. تمام. او التهاب لسبب او اخر. طبعا انا مش عارف اشخص وانا سامع بس كده. تمام. فهي يعني عندها التهاب، ايه سببه لسه هنعرفه لما نشوفها ان شاء الله باذن الله. فهي محتاجه تيجي لدكتور علاج طبيعي يبدا يقولها عضلاتها ويبدا يشوف الالتهاب ده سببه ايه فيحل الازمه بتاعت الالتهاب دي. تمام. ونشوف بقى مشكله الميكانكس في جسمها ايه اللي بايظه عشان نظبطها لها عشان تبدا تتعامل طبيعي. فهي لازم تيجي العياده. صعب ان احنا ايه نشخص على التليفون كده، دي صعبه شويه. تمام. بس مبدئيا كده هي محتاجه دكتور علاج طبيعي يشوفها ويشوف اني عضلات فيها اللي عندها ضعيفه، لان عندها اكيد عضلات ضعيفه جدا. وعندها عضلات برده شده، ودي اللي عامله لها الازمه. بالنسبه لكف الايد، فساعات كف الايد بيحصل بسبب طبعا السيدات اكتر من الرجاله، بسبب الغسيل والعصر والمواعين والكلام ده. الحركه دي في هنا غشاء معدي من تحتيه العصب اللي مغذي الايد، فبيحصل ساعات انه بيتزنق من كتر الحركه الكتير. بيحصل تليفات في الاريا ديت فيبدا يتزنق. زنقته دي بتعمل تنميل، بتعمل ان انا مش قادر اقفل ايدي كويس، تتعبني، ممكن تعلق، ممكن ما تمشيش كويس. فده برده بيحتاج علاج طبيعي. بس لازم الاول نشوف هل العصب ده هو اللي متاثر من هنا ولا من عند الكوع، لان هو برده ساعات بيتاثر من عند الكوع حسب شغل البني ادم وحركته فين اكتر. تمام. تمام. فهي بس يعني تروح لحد عياده او تجي لعياده ان شاء الله، واحنا نعمل لها اللازم باذن الله. باذن الله. شيماء. استاذه شيماء. استاذه شيماء ما عندهاش اي حاجه قوي غير ان هي زي ما قالت كده بقى اخر النهار خالص بتعب. هو ده اللي انا بكلمك فيه بقى. ده كده معناه ان ايه؟ ان هي جسمها الحمد لله سليم وكويس، بس هي مع المجهود العضله ما عندهاش قوه استحمال. فبتبدا تشد، لان هي خلاص لو ودت عليها بزياده ماشيه ماشيه ماشيه، فتبدا العضله الخلفيه اللي هي في الفخذ من ورا لغايه الركبه تقصر. تمسك تشد جامد. العضله دي كبيره، فلما بتمسك تعمل ازمه في الرجل كلها. ثانيا في عضله ثانيه اللي هي اسمها البايروفورمز، دي فوق كده شويه، دي عضله صغيره قوي عامله كده ليها راسين معدي ما بينهم العصب بتاع الفخذه، مع كتر المجهود والوقوف بيحصل ان هي بتشد. فالعضلتين بيعملوا كده على العصب بالظبط. فيبدا يديك احساس تنميل او كهرباء زيه زي الديسك بتاع الظهر. بس ده بسبب العضله مش بسبب الظهر. التشخيص بتاعه اكتر عضلي، لان العضله هي اللي ايه ضغط عليه. لما نعمل لها ستريتش ونريحها خالص تلاقي العصب فك ومبقاش فيه تنميل. تمام. تاني حاجه هي محتاجاها بقى ان هي تقوي عضلات رجليها كويس جدا علشان المشي او المجهود ما يتعبهاش، وبالذات مش قوه عضله اللي هي ان انا اشيل 50 70 كيلو، هي قوه استحمال، بمعنى ان انا بعمل التمرين بكيلو او من غير وزن بس بعمل عدد كبير. كل ما اعمل عدد كبير كل ما العضله معايا تستحمل مجهود اعلى. مش الفكره في ان انا اشيل وزن كبير مرتين ثلاثه واقول انا كده تمام. تمام. ناخد الاستاذه وفاء من الهرم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اكلم الدكتور لو سمحت. الدكتور معاك يا استاذه وفاء. ماشي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور دراعي اليمين الشمال دايما على طول وجعني، وارفعه يبقى صعب جدا، فما اعرفش بقى ايه يعني، صعب قوي قوي، تعب تحت باطي كمان. طب حضرتك عندك سكر؟ لا 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 خالص، مفيش سكر. طيب لا لا تمام لا. ماشي حاضر تمام، شكرا استاذ وفاء. بالنسبه للكتف، الكتف بيحصل اسباب ان هو ساعات يا اما بيجي من الرقبه، ان الرقبه دي اصلا تبقى شده وتعبانه، فتبدا تاخد الكتف في وضع غلط، فتيجي مع الحركه ما تلاقيش رينج، او يحصل مشاكل في التهاب بسبب خشونه مع السن، ودي بتبقى احد اسباب ان الكتف ما بيتحركش كويس. حته تانية ان ممكن يحصل ان العضلات بالذات اللي جايه من ورا من عند لوح الكتف اللي هي بتثبت الكتف في الوضع ده بتلتهب، او بتتزنق ما بين العظمتين هنا، لو ضعفت قوي فبيحصل ان بتتزنق ما بين العظمتين فبيحصل التهاب فيها برضه، ده سبب من الاسباب. بتلتهب فبتلاقي نفسك مش قادر تعمل الحركه دي ولا قادر تلف ايدك لبره. الحركتين دول معناها ان العضلات اللي ورا هي اللي فيها المشكله. لو انا بعمل حركه طبيعيه جدا مفيش الم بس انا مش قادر ارفع، فده بيبقى ضعف في العضلات مش اكتر من كده. فحسب الاحساس ايه هو ده نقدر نفرق هنعمل معاه ايه. انما لو في الم جامد فده التهاب، ولازم نروح لدكتور علاج طبيعي عشان نحل الموضوع ده الاول، وبعد كده نبدا نقوي العضلات ونبدا نظبط الدنيا. انما لو الموضوع كله عدم حركه فقط لا غير، فده محتاج تمارين تقويه لعضلات الكتف كلها. ومع الرقبه عشان ما نعملهاش. على فكره الرقبه بتاثر في الكتف والكتف بيأثر في الرقبه، لان الاثنين مرتبطين ببعض. فساعات كتير انت ممكن يجي لك الم في الكتف بس ما يظهرش هنا، يظهر هنا، تلاقي نفسك عمال تشتكي من رقبتك والدنيا بايظه، وكل ده عشان كتفك اصلا محمل على العضله اللي ماسكه الرقبه لان هو ضعيف. او العكس، الرقبه هي اللي تتصاب، تبدا انت تحس ان المشكله عاديه فتعديها، بعديها بيومين ثلاثه تبص تلاقي كتفك وجعك، مش قادر ومش قادر احركه. ده ممكن يبقى اصلا بسبب كانت مشكله الرقبه اللي انت استحملتها وعديتها من كام يوم. فعشان نعرف نفرق ما بينهم برضو لازم تيجي العياده ونبدا نشخص ونشوف ايه المشاكل ونحلها لها ان شاء الله باذن الله. تمام. بالنسبه عشان الاتصالات كتير بس يا دكتور، موعدك امتى؟ انا موجود سبت 2 و4 في عيادات كيرزون من 5 أو 5:30 كده ان شاء الله. في اي ميعاد بقى هما بيتصلوا بالحجز وباذن الله اكون موجود يعني. تمام، هننزل الارقام دلوقتي والعناوين وناخد الاستاذ مختار. الو؟ الو؟ الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك مختار الشريف عطيوت يا دكتور. اتفضل يا استاذ مختار. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا مريض جلد ومركب دعامات في الجلد. تمام. بحس كده من عند الرقبه في بيجيني وش في دماغي من فوق عند المنطقه الخلفيه، وش جامد. تمام. فقالوا لي ده روح اكشف اذن وسطى. رحت وكشفت اذن وسطى، قال لي سليم ما عندكش اي حاجه. تمام. طب روح لعظام اكشف، اعمل رسم اشعه على فقرات العنقيه بتاعت الرقبه. تمام. عملت طلع فيها خشونه بسيطه. تمام. وعملت اشعه مقطعيه على المخ طلعت سليمه عند دكتور الاعصاب. تمام. مازال الوش معايا بقال سنه. معلش الوش مش عارف يعني، انا اخد لي يجي ويروح لوحدي، بس عامل لي قلق شديد يا دكتور. الوش ده بيجي يعني في ودانك ولا بتحس وانت بتحرك رقبتك؟ لا لا، ده الوش مستمر. مستمر ما بيروحش خالص؟ لا ما بيروحش حتى وانا نايم. تمام. حتى وانا ماشي. وساعات يسكت لوحده يا دكتور، يعني كده يبطل لوحده بدون علاج، ما بياخدش علاج. فقالوا اكثر من سنه يعني، حاولت انا متعايش معاه، فلما سالت فقالوا له محتمل يكون في شريان ملامس عصب طالع بيغذي المخ. تمام. فالاثنين لمسوا جنب بعض، فبينقل الاشاره الحسيه بتاعه سريان الدم في الشريان ده تحليل يعني، واحد قالوا له مش متخصص، فما اعرفش الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، لان قلقني الموضوع ده جامد. طب سؤال بس، انت لما بتنام على ظهرك من غير مخده بتحس بالوش ده برضو؟ موجود على طول. موجود على طول. طب بيختفي في اي وضع؟ طبعا انا ما اقدرش اعمل رنين مغناطيسي علشان الدعامات اللي في الجلد. تمام، بيختفي في اي وضع طيب؟ والله بيختفي واحده يا دكتور، فجاه كده بص ان مفيش وش في دماغي. بيقعد قد ايه مختفي؟ ممكن اكون قاعد عادي. بيقعد قد ايه مختفي؟ يقعد ممكن نص ساعه، ساعه. تمام. ساعتين، وبعد كده بص الاقيه يرجع لي لوحده. طيب دي الصبح ولا بالليل؟ في اي وقت. فجأة كده بيختفي صبح أو ليل، ما بيمنعش معاد سليم؟ أي وقت والله يا دكتور، في أي وقت يعني، وش وش يعني وش مؤلم، عم زي رسالة التلفزيون لما تقطع منه الصوت. طيب. والصورة. تمام تمام تمام، شكرا حاج مختار. تمام. بالنسبة للحاج مختار فهو لازم يروح للدكتور عشان يبدأ يشوف الموضوع ده، هل العضلات فعلا هي اللي زنقة العصب مع
وريد ولا هل في شد اصلا في العضلات فهو اللي شدد له الموضوع وزانق العصب ملوش دعوه اصلا بكل اللي هو بيقوله ده. لان هو هنا بيحصل تليفات كتير قوي في الرقبه بالذات في الحته اللي فوق دي لان هي دي منشا العضله. تمام تمام. فهنا احنا من كتر ما احنا ما بنحركش رقبتنا للاخر كده او كده او كده فبيبدا يحصل تليفات في العضله هنا وهي دي غالبا اللي بتعمل صداع من اول هنا لغايه تحت. لو تحس بصداع من هنا لغايه تحت اعرف ان العضله دي شده. العضله دي ضعفت قوي فبدات تشد جامد في فروه الراس عشان كانت حاسس بصداع جامد في راسك. فممكن يكون هو اصلا عنده العرض ده وهو سمع وش او حسه بوش وممكن يكون حاجه تانية فلازم يروح لدكتور علاج طبيعي يبدا يشخص ويشوف. لو حاله زي مختار جات لك كيرزون هتتعامل معاها ازاي؟ مبدئيا كده احنا هنبدا نشوف ايه العضلات اللي عنده فيها تايتنس او شد جامد قوي لان دي كده لازم نفكها لوحدها. تمام. تاني حاجه بنشوف الالم او المشاكل بتجيله فين في رقبته ونبدا نعالجها بتيارات الكهرباء عشان نقلل الالام خالص ونهدي الدنيا. الالتراسونيك او المواجهات الصوتيه عشان نكسر التليفات ونقلل الالتهابات اللي موجوده في الاريا. تمام. وبعد كده بنحط الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء دي بترخي العضلات وبتزود الدوره الدمويه. دول كده مبدئيا الثلاث اجهزه اللي بنستخدمهم في العلاج الطبيعي اللي بيساعدوا الدكتور انه يعمل التمارين اللي بتخفف العيان. الاجهزه دي مش هي اللي بتخفف العيان. العيان بيخف بالتمارين. دول عوامل مساعده بتقلل الالم شويه زي ما اتفقنا، بتقلل الالتهابات، بتزود الدوره الدمويه فبترخي العضله. انما هي لوحدها من غير تمارين يبقى مش علاج. بالظبط. يبقى احنا كده خدنا مسكنات وقعدنا في البيت. تمام؟ بعد كده نبدا نشوف التمارين، زي ما قلنا اطاله للعضلات الشده جامد، تقويه لعضلات الكتف لان برده ممكن احد العوامل ان الكتف لو واقع او ساقط محمل على الرقبه فلازم يبقى مشدود. حته الراوند شولدر او الكتف الملوح ده لازم نفرده كده يفتح الصدر، الحاجات دي كلها بتاثر على الرقبه وبتاثر على العمود الفقري وبتاثر على الاعصاب وبالذات ان من اول سي 2 لغايه سي 4 كده في الرينج ده في كل الحاجه مسؤوله عن كل حاجه، يعني لو اتضربت في الحته دي بالذات هي دي اللي بتعمل شهر الرباعي. هي دي اللي بتبوظ الدنيا في كل المسار. يعني انت لو اتضربت تحت شويه ممكن ايدك بس تتاثر، ممكن وسطك وبطنك بس يتاثروا، ايدك تفضل شغاله. انما الليفل بتاع سي 2 لسي 4 ده لو حصل فيه اي اصابه ايدك ورجلك ووسطك وكله هيروح لان هو ده اخر نهايه المسار الرئيسي. ونبدا بعد كده بقى نتشعب لحاجات مختلفه. تمام؟ ده يعتبر المركز نفسه. نعم؟ يعتبر المركز نفسه. ده الاساس ابقى على كل حاجه. ما هو لغايه سي 3 كده. احنا قلنا الجذع لغايه هنا وبعديه في الحبل الشوكي بدايته برده جزء من الجذع عشان كده هي جزء مهم. بعد كده بيبدا بقى خلاص من تحتيها بقى يبدا طلع عصب الدراع فخلاص لو اتضرب تحتيه مش هيضرب الدراعات هيضرب فيما تحت. لا جه عند القطنيه وضرب هيضرب الرجلين وهيسيب الوسط وهيسيب الدراعات. لان هي مش واخده الليفل اللي متوزع منه الاعصاب اللي جايه في الحته ديت. تمام تمام. معانا الاستاذه منى. الو 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 السلام عليكم. الو ايوه يا دكتور سامعينك يا فندم اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك يا فندم. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا عندي الم جامد جدا في كعب رجلي. تمام. رحت عملت اشعه وقالوا لي عندك شوكه عظميه صغيره. تمام. خدت علاج مفيش تحسن ومشت الرجل بقى من قدام نفس الرجل اليمين حاسه ان انا مش قادره ادوس عليها مش طبيعيه زي الاول. تمام. جسمي ما بيبقاش شايلها يعني غير مستقره تمام، لازم افضل البس حاجه وامشي كويس. مفيش اي جزم مريحاني ولا اي صابون في البيت ولا حاجه من دي، فيا ريت حضرتك تفيدني بس. تمام ماشي شكرا يا استاذه منى. بالنسبه لموضوع الشوكه العظميه، الشوكه العظميه دي بتيجي بسبب الوقوف كتير فبيحصل تكونات عظم في الكعب. تمام. او زياده الاملاح مع النقرس فممكن تعمل برضه شوكه عظميه او تدي نفس الالام اللي موجوده. تمام. بما انها عملت اشعه فهي مش نقرس واكتشفوا ان في وجود شوكه، فالشوكه دي عامله زي المسمار بتبقى طالعه كده طول ما انت واقف عامله كده ضغط على الحته دي على طول ما بتروحش. فانت طبيعي بعد ما تقعد هتحس ان ايه الدنيا دي خلاص تعبانه التهبت احمرت بدات تتعب بدات تعمل التهابات بدات تعمل لك مشاكل فطبيعي هتسمع في الفوت كلها وبالذات في الفشه اللي تحت يعني الرجل من تحت متصله ببعض فلو حصل التهاب هنا هيسمع في كل الحته دي. ده غير ان الفشه اللي هنا بتشد فتعمل لك مشكله جامده جدا في الدوسه تحس انت مش قادر. فمبدئيا كده هي محتاجه سيليكون كعب سيليكون بتشتريه من عند اي حد في اجهزه طبيه ده عشان خاطر يمنع حته الدوسه اللي بتوجع. تمام. فده لازم تشتريه تحطه في الجزمه او الصابون اللي هي لابساه لان مفيش حاجه هتريحها طبعا. تمام. تاني حاجه هي محتاجه تعمل علاج طبيعي، محتاج ان هي تعمل التراسونيك عشان ده بيفتت الشوكه العظميه، هو بطيء شويه بس بيشتغل. بنعمل ونقلل الالتهابات،
بنعمل اطاله لعضلات الرجل من تحت بنقوي عضلات الفوت من قدام عشان تبدا تشد معاها الرجل تبقى مرتاحه يبقى الوضع سليم. تاني حاجه مهمه بقى جدا ان في جهاز اسمه موجات صدمية ده برضو بيعمل نفس الافكت وبيخلص الشوكه اسرع شويه من الالتراسونيك بس ده مش موجود في اي مركز في اي حته تمام. بس ده جهاز بيوجع ومؤلم برضو ومش سهل يعني مش زي الالتراسونيك. الالتراسونيك بتعمله هي مش تحس بحاجه قوي والموضوع يبدا تدريجي يريح بس بياخد وقت طويل شويه. قد ايه كده يا دكتور؟ يعني نقول مثلا حسب الشوكه حجمها قد ايه بس هنتكلم مثلا من اسبوعين لثلاثه بتبدا تحس بان الدنيا بدات ايه تهدى معاها شويه بس ده مش معناه ان هي خفت 100% بس بدات تهدى وبدات الدنيا تدريجي مره في مره تتحسن ان شاء الله. انما الشوك ويف ممكن في 3 4 جلسات يكسر لها الشوكه خالص بس هو بيوجع يعني هي لازم تستحمل ويبقى عندها صبر عشان تخلص على طول. وبرده بعديها بقى نبدا نعمل التمارين ان شاء الله ونظبط لها الدنيا خالص. تمام. ناخد دينا. الو يا دينا. لا زينة ممكن اكلم الدكتور؟ زينة معاك الدكتور. حضرتك يا دكتور مساء الخير الاول. مساء الخير. انا معايا جوبيا شغال سواق وكده. تمام. رجلي اليمين تعبانه جامد قوي بس بالذات في الشتاء ممكن في الصيف يعني عادي بس في الشتاء من اولها لاخرها وجعها جامد قوي. طيب من اولها لاخرها من ورا ولا من قدام؟ لا كلها. هي بتبتدي من ورا الاول بس اول نهار طبعا من الساعه 7 لحد الساعه 7 بالليل شغال. تمام. بيجي بالليل اول ما بيجي مش بيقدر حتى يحركها. طب احساسه ان هي كهرباء تنميل حرقان نقح ايه اللي بيحسه في رجليه بالظبط؟ هو بيحس ان هو مش قادر يحركها لدرجه الالم بيقول لي بتوجعني جامد قوي حتى راح لدكاتره كتير بيقولوا ان هو مفيش حاجه. مفيش حاجة خالص. طب عامل أشعة على الظهر؟ لا ما عملتش. تمام تمام. طيب قد كده يعني اهو احنا داخل علينا الشتا بيجي مش بيقدر يحركها رغم ان انا معانا كريمات وكده المفروض انها مكفنة من الألم مش بتعمل حاجة. مش بتعمل حاجة خالص؟ خالص. تمام 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 تمام. طيب بالنسبه للرد الموضوع ده هو عشان هو اولا هي قالت سواق اعتقد وشغال من الصبح لغايه بالليل. تمام. مبدئيا كده من كلامها هو غالبا عنده مشكله في ظهره. تمام. وغالبا هتبقى يا ديسك وده اللي ضاغط على العصب بتاع الرجل. هو ده اللي بيخليه بيرجع اخر النهار مش قادر فزي ما اتفقنا لازم كل ساعه يحاول يغير وضعه شويه. ثانيا لازم يجي يعمل علاج طبيعي لازم لان هو كده عنده التهاب جامد في ظهره بيأثر على العصب او زي ما اتفقنا برده ممكن العصب اللي ما بين العضله بتاعت الفخذ وهو قاعد من كتر القعده برده والمجهود واللود بتشد على العصب فيبدا يحس ان الدنيا عنده بايظه خالص في رجليه. تمام. ده من احد الحاجات اللي اتكلمت فيها يعني فهو ضروري يعمل علاج طبيعي وبالذات هيعمل اطاله لعضلات ظهره وعضلات رجله. تمام. يفكهم خالص ونبدا نقوي له عضلات رجله لان هي برده الله اعلم ما اعرفش اوتوماتيك دبرياج بتاع رجله شمال يمين هتفرق معانا في كذا حاجه بس يعني عامه لازم يجي دكتور علاج طبيعي يشخص الحاله كويس ويبدا يتعامل معاها وان شاء الله الموضوع بسيط جدا يعني في 6 12 جلسه بالكثير يكون مخلص يعني. تمام. لان هو غالبا ظهر. تمام. تمام. في ناس برضو بتسال كتير على مواعيد حضرتك يا دكتور فعايزينك تقولها تاني معلش. مواعيدي سبت 2 و4 في عيادات كيرزون من 5 أو 5:30 ان شاء الله. الاتصال بس ليهم هناك وهم يحجزوا المواعيد على طول ان شاء الله باذن الله. التليفونات موجوده على الشاشه والعناوين برضو. تمام تمام تمام. اصابات الملاعب. تمام. مهمه قوي. مهمه جدا يعني تقريبا الشباب والاطفال واللعيبه كله. تمام ماشي. بنتكلم عن اصابات الملاعب سريعا كده. بص يا سيدي بالنسبه لمعظم الرياضات يعني اللي بتستخدم الرجلين فانت غالبا هتلاقي معظم الاصابات يا بتيجي في الانكل. تمام. اللي هي التواء ده حسب درجته يا بتيجي في الركبه وهي بتبقى قطع رباط صليبي او قطع الرباط او الغضروف الداخلي. تمام. قليل قوي لما بيطلع الرباط الصليبي الخلفي هو اللي بيتقطع ده يعني صعب قوي ان يتقطع بالساعات ودي نادرا يعني ما بتحصل. بالنسبه للعلاج الطبيعي للاصابات الرياضيه دي لازم برده من بعد ما يخف أو ما يحصل الإصابة ويعرف درجتها إيه. تمام. لما يعمل عملية فخلاص يخلص عمليته ويجي يعمل علاج طبيعي على طول. تمام. مباشرة بعد العملية. لو ما عايش يعمل عملية والموضوع التواء أو يعني قطع بسيط في الرباط الصليبي مش محتاج عملية فهو بيجي لنا إحنا العلاج الطبيعي عشان إحنا اللي بنبدأ نقوي العضلات اللي حوالين المفصل كويس جدا. تمام. عشان تبدأ تشيل عن الرباط مجهوده في الأول. فبنقوي العضلة الأمامية كويس قوي والعضله الخلفيه كويس جدا لان ده رياضي فمحتاج العضلتين دول يبقوا حاجه يعني ماسكه الركبه تماما. وهو دايما ما بيحصلش اصابه في الرباط او في اي حاجه في المفصل جوه الا لو العضله ما قدرتش تشيل الاصابه. تمام. لان دايما بتتصاب الاول. فلو هي ما قدرتش يحصل اصابه في الرباط. تمام. فغالبا اللي بيجي له اصابه في الرباط الصليبي ده
بيبقى هو ما ركزش على ايه تمارين العضله الاماميه كويس او نزل غلط بقى نزله غلط ودي العضله ما استحملتهاش فحصل قطع. ده محتاج بقى يجي لنا ضروري من بعد ما يحصل الاصابه زي ما اتفقنا عشان بنقوي له كل عضلات رجله وبنبدا نركز على ان العضله ترجع سليمه وبعد كده نبدا ندخله في برنامج تاهيلي للرياضه اللي هو بيلعبها حسب هي ايه بقى. لو بيلعب كوره فبنبدا نركز اكتر على الاستابيليتي وحته ان هو يروح ويجي بسرعه لو بيلعب رياضه ثانيه فبنركز على حسب الاحتياج لهذه الرياضه. تمام. لكن في الاساس كله لازم الاول يشوف المفصل المصاب وهنبدا نركز على العضلات اللي حواليه ونقلل الالتهابات اللي في المفصل ونظبط الدنيا. تمام. ناخد اقبال ونكمل. طيب اتفضل. الو اتفضلي يا اقبال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ماشي عايزه كان الدكتور. الدكتور معاكي. ماشي يا دكتور. لو سمحت امي عندها خشونه عاليه خالص. تمام. وماشي على نوع اسمه موبيتيل باستمرار ما ينفعش تبطله. تمام. يعني على طول ماشي عليه لو خلص تحس بألم شديد والرجلين يبقوا وتقال. هي خشونه في الركبه؟ اه في الاثنين يعني في تقل شديد خالص لو منعت الموبيتيل تحس الدنيا خلاص يعني ألم شديد وتقل ومش عارفه تتحرك من ألم الرجلين. تمام. لا انا عارفه بديل ليها ولا بديل الموبيتيل ولا عارفه تبطله ولا عارفه تعمل اي حاجه غير يعني. تمام تمام. بالنسبه للموضوع ده شكرا يا كبير. الموضوع ده بسيط خالص. هي اولا محتاجه تعمل علاج طبيعي بقى لان الخشونه بتيجي ليه اولا ان عضلات الرجل اللي فوق اللي شايل الركبه تبقى ضعيفه فبيبدا يحصل ان المفصل بيعمل كده. فيبدا طول ما انت بتتحرك بيحصل احتكاك ما بين العظمتين فدي بتعمل التهاب وتعمل لك الخشونه اللي هي بتتكلم فيها. احنا طبعا مفيش علاج طبي للخشونه ذات نفسها. احنا بنعالج اعراض الخشونه سواء احنا او الادويه يعني. تمام. فاحنا بنعالج اعراض الخشونه اللي حصل خلاص حصل بس احنا بنحاول قدر الامكان نقوي العضلات اللي فوق فتبدا ترفع العظمه تاني لفوق. يبقى في مسافه ما بين المفصل فلما تتحرك ما بتلاقيش الم ما بتلاقيش مشاكل تبقى ماشيه كويس جدا ومرتاحه ثم العضله شايلاها. اول ما تضعف هتلجع تاني للخشونه. فهي احنا اهم حاجه ان هي تروح لدكتور علاج طبيعي هيعمل لها تقويه للعضلات او الركبه كويس قوي وهيعمل لها ستريتش للعضلات الخلفيه عشان دي برده بتقرب المفصل على بعضه ويعمل لها التراسونيك عشان يقلل الالتهاب وغالبا في خلال 6 ل 12 جلسه تبدا تحس ان هي اتحسنت جدا ممكن تبدا تستغنى عن الدواء. ممكن وممكن ما تستغناش بس مش هيجي لها نفس الالام لو حصل ان هي ايه ما خدتوش مره او مش موجود النهارده فهتلاقي الدنيا برده هي مع التمارين والاستمراريه هتلاقي الدنيا زي الفل لان برده في مشكله ثانيه بتواجهنا في المخ. المخ بيحس باكتر الم بيحس بالم واحد بس اكتر الم وجعه ماشي كده. تاني حاجه انه ما بينساهوش لحد ما انت تبدا ترجع تشتغل طبيعي. انت لو ما اشتغلتش طبيعي وفضلت قاعد ماسك دراعك كده هيفضل مخك حاسس ان هو في الم. حتى لو جيت تعمله كده انما لو انا فضلت اعمل مثلا على قد ما اقدر حركه ولو بسيطه كده في كده هيبدا يحس ان الحركه دي طبيعيه فينسى بس هيبدا ازود شويه. مره في مره ممكن اوصل ان انا بعمل كده وهو ناسي خلاص ان في الم لان انا اللي عودته ان الموضوع لا الالم انا مش بزود على نفسي انا بمشي بالراحه. هو الالم ده ربنا بيفضل مخلولنا فاكرينه عشان ما نحملش زياده على نفسنا فالاصابه تزيد. فدي حاجه بتبقى موجوده كده بروجرامينج جوه ما بيتلغيش غير لما انت تبدا ترجع تشتغل طبيعي. تمام تمام كده خلصت حلقتنا يا دكتور.